منزل بمنطقة ولاد سلام الواقعة في حدود ولايتي سطيف وبتنا يتحول إلى قطعة فحم إثر حريق نشب بسبب شرارة كهربائية. وهذا الرجل الذي يعيش رفقة أخته في هذا البيت المتواضع فقد كل ما يملك. شميت ريحة الدخان، عقبت للكوزينة لقيت الموطور تشعل، لحت عليها الماء زاد، كي زادت لحت عليها حاجة هكذا تاع كتانة والله زادت، لا رحت للباب لقيته مسكر ما حبش يتحل من الدخان والنار وليت خرجت على الطاقة، حليت الطاقة ذراع خرجت طفيتها أنا والطفلة. الرجل يعيش رفقة أخته بأجرة شهرية تعادل قيمة وجبة غداء لدى البعض. نخدم في المدرسة أساس الشبكة الاجتماعية، نخلص 540,000 540,000 ما عندها ما دير في هذا الوقت. ما بقي من البناية مهدد بالانهيار، لقد ضاع المنزل وما حوى، والرجل يبحث عن مغيث. نطلب المحسنين يعاونوني ونطلب رئيس بلدي يعطينا البنى الريفي ويسوي لي الوضعية تاع العمل الخدمة. عندما يجتمع الفقر والخراب والنار في بيت واحد فذاك هو العذاب بعينه.